ترى انت ما تعرفين تشرحين، شكلي انا اللي بشرح لك. شوفي ذي، هاي انت ما تعرفين تشرحين، افهمي بس، هذه راح ما راح تجي باختبار، اسمعي بس. لا تطقين، طيرتي القلم. انت لا تطقين، انتبهي بس، هذه كثير مهمه راح تجي باختبار، انتبهي. يا حتى هذه مهمه. اختي انتبهي، يلا حليها. ما ابغى الشغل. من هذا اللي يتصل فيك؟ والله من اللقافة اللي فيكي. هذا أخوي خالد. لو اشترين يعني أنا ملقوفة؟ اسمعي بس خليني أرد عليه. هلا خلودي. من اللي عند بنتك فوق؟ مين عندها يعني؟ صديقتها اسمها. من اليوم ورايح ما ابي احد يجي بنتك. ايه سامع الحكي ولا ارده؟ ان شاء الله. بس انت ايش فيك؟ ايش صاير لك؟ ما فيها شيء، هذه صديقتها وياي يتذاكر معاها. هاي البنت انا ما ارتاح لها. بعدين ايش فيها؟ خل بنتك تراجع دروسها لحالها، حتى لو تسقط خل تسقط. الوقت يخرب. الله يستر علينا وعلى بناتنا. سامع الحكي؟ ولا ترى والله ثم والله لا قاعدها في البيت وامنعها من الجامعه. ان شاء الله بقول لها. صديقتها اسماء. شوفي عاد يا اسماء. خلودي ما خلودي ماني فاضي لك. المباراة بتبدأ بعد ربع ساعة. ترى إذا ما نزلتي رحت وخليتك، وماني بجايك إلا ما بين الشوطين. يلا عاد اخلصي. سلام. مع السلامة. إيش في أخوك معصب؟ أختي ما تعرفين أخوي؟ في مباراة يبي يشوفها عشان كذا معصب. ولا بالعادة هو حيل حبوب. زين. ترى باقي تمرينين ما حليناهم، شو نسوي؟ أنا بقوم بجهز عمري قبل لا يجي عشان ما أتأخر عليه. إن شاء الله بس أوصل البيت أكلمك. زين بليز لا تنسين. خلص ماشي، من عيوني. تضري مني اتصال. ما تشوف شر ان شاء الله، ما تشوف شر ان شاء الله، ما تشوف شر ان شاء الله. الله يجزاك خير يا شيخ، الله يجزاك خير يا شيخ، الله يجزاك. تفضل يا ولدي، هذا زيت مقري فيه وهذا زيت ما قري فيه. هذا ما قري فيه. ما قري فيه. طيب شيخ، وهذا الزيت اللي ما قري فيه وش فايدته؟ اسمع يا ولدي، الزيت المقري فيه اذا ونس تعب تدهم مكان التعب اول وجع اللي تونسه إلين ما تتحسن، وإذا تحسنت إن شاء الله تدهن جسمك كله باللي ما قري فيه، يعني زي ما تقول غسول من الشر. الحين فهمت، الحين فهمت. طيب متى أراجعك يا دكتور؟ أنت ما قريت اللوحة اللي برا؟ لا والله يا شيخ دكتور ما قريتها. أنت يا الرجاجيل ما لكم إلا يوم واحد بالأسبوع، ولازم تتصل قبل ما تجي. يوم واحد بس؟ لا وبعد فيها اتصال بعد. الله يهديك يا ولدي، الحريم أكثر من الرجاجيل، ولا تكثر بربرة، ترى وراك ناس انت أخرت عليهم، ما هو جايهم دور إن الأسبوع الجاي. شر شر. اللي بعده. صج؟ وبعدين؟ إيه؟ وبعدين؟ إيه؟ عاد أنا بالزور عديت الامتحان.
لو الدكتورة تسألني انت متأكدة من إجاباتك؟ قلت لها إيه وأنا والله ما في راسي شيء. يبا؟ إيه بوج. من كنت تحاجي؟ هذه صديقتي اسماء. دامنها صديقتك حقا سديت التلفون. يبا لما شفتك خفت. خفتي ها؟ ما يخاف إلا اللي قاعد يسوي شيء غلط. الحكي ما يمشي عليه. هات التلفون. جيب التلفون. حساب عسير لك ولمك بعد. شفتي يما؟ شفتي ابوي شلون حرجني قدام صديقتي اسماء؟ واسماء بعد الله يهداها ليه تدق الساعة 11؟ يما الله يهديك. الساعة 11 تو الناس، وبعدين انا واسماء متعودين كل يوم تتصلي من الساعة 10 نقعد ندرس. والله عاد ايش تبيني اسوي؟ هذا ابوك وهذا طبعه ما اقدر اغيره. يما انا ابي اعرف شيء واحد. ابوي ليش يشك فيني؟ ايش تبيني اسوي يعني؟ هذا طبعه وما تغير. ان شاء الله باكر يجي ولد الحلال وتتزوجين وتفتكين. زين يما كل ما ابوي يرجع لي التلفون. نعم؟ لا انت جنيتي، تبغيني انا اكلم ابوكي؟ لا حبيبتي، هذا حاط الجوال بالتجوري وقافل عليه، ما يطلع الا حزة بس لما يفضي من الشحن يحط الشحن عشان بس يشوف الارقام. سامحيني، اسفة جدا. زين بس انا احتاج التلفون ضروري، على الاقل يوم وبكرة، وبعدين اذا خلصنا مراجعة خلاص ما احتاجه. طيب خذي جوالي بس تحملي شوف ابوك عندك، ترى والله يكسر جوالي. لحظة لحظة، اول ما تخلصين من التقييم تردينه، سامعة؟ حبيبتي تسلمين لي، احلى ام بالدنيا. بشر يا دكتور. لا لا الحمد لله، زي ما توقعت طلع عندك حسوة في المرارة. لا لا ما تخافش، دي بنسميها عندنا عملية اليوم الواحد. تقعد عندنا النهاردة تسوي لك التحاليل الفحوصات، بكرة تجري زي الرهوة. ما دام انها بسيطة خلاص توكل على الله وسوها. على بركة الله. يلا يلا مشينا مشينا. هذا تلفون امي. اها يعني ابوكي ما رجع لك موبايلك؟ لا والله للحين ما رجع، بس امي قاعده تحاول معه. الا صحيح، ببشرك خير ان شاء الله. اخوي ناوي يتزوج ما شاء الله. خالد؟ ومن هو هالحيوان اللي اسمه خالد اللي انت بالليل والنهار تكلمين معاه؟ ردي يما. خالد اخو صديقتي اسماء. صديقتي هو صديقتك؟ والتلفون هذا منين انتي؟ مو انا ما اخذ تلفونك؟ يبا يبا حرام عليك، ليش تكسر تلفون امي؟ حرام علي؟ الحين اوريك شنو الحرام. هذا سريرك، تمرنا شيء؟ ابد، سلامتك الله يطول عمرك. شكرا، مع السلامه. مساك الله بالخير طال عمرك. هلا هلا والله، شيك بالنور والسرور. اقول عسى ما شر. ما يجيك الشر يا ولدي، لا ابشرك ان شاء الله اني طيب. انا والله فيني سكر من سنين مبطي بالحيل وتكلف علي، وجتني غرغريرة في رجلي وقامت تسوق في اللحم تسوق الى قرر الاطباء انهم يقطعون رجلي. يقطعون رجلك؟ ما تشوف شر إن شاء الله، ما تشوف شر الله يطول عمرك ولا إياك إن شاء الله. لكن أنت سلامات، عسى ما شر يا ولدي.
بدل المرارة بس يقولون وبطلع. الله يطول عمرك إن شاء الله. ما تشوف شر غرغرينا. اوف، هذا انا عند باب بيتكم. لون الباب اسود ولا لا؟ جليل الحياة اللي واقف عند باب بيتي. اكيد هذا خالد اللي تحاجيه بنتي سعاد. جليل الحياة يا اخوي ضيعتني. شف عاد، يا توصف لي زين او تجي تاخذني. اوكي ارجع الاول تقاطع زين. جايبك هنا؟ يبا قاعد ادرس. تدرسين عند الباب؟ فيها شيء لو درست هني؟ فيها شيء؟ الا فيها شيء، اوريك شنو فيها. يلا. وين الحبيب؟ في شيء؟ أنا قالوا لي بكرة. أقول الحبيب كان يسبيك عربي؟ ما يتكلم عربي؟ يتكلم عربي؟ عربي؟ لا لا لا، الحين عبليتي أخوي تكلم. يا أخوي أنا أتكلم معك عربي. يا أخوي ما تتكلم. يا أخوي أنا أتكلم معك عربي. وين بديني يا حبيب؟ يقول الدكتور التخدير موضعي صح كلامه ولا غير كلامه؟ لو يقول يدق بابنا هالحزة. انا سعاد. سعاد؟ ايش عندها؟ اكيد فيها شيء ولا ما جت هالوقت. بروح اشوفها. خير يما، ايش فيك؟ ما تعبانة. احس ان درجة حرارتي مرتفعة واحس بلوعة. خذيتي مسكن؟ خذيت قبل ساعة
بس ما كان يفيد، احس بلوعه. لا حول الله ولا قوة الا بالله. طيب يمه روحي غيري ملابسك على معلم ابوك. ان شاء الله. الحمد لله على السلامة. وين أنا فيه؟ ما تشوف شر إن شاء الله، طهور إن شاء الله. خلص العملية؟ إيه ما شاء الله عليك بهالسرعة، الظاهر لك واسطة قوية في المستشفى، من تاب سهل. أي واسطة يا رجال؟ أنا بس قالوا العملية سهلة، وبعدين هذا كله الحمد لله، الحمد لله. دعا الوالدين، دعا الوالدين، الحمد لله، الحمد لله. الله يا ربي يشفيك يا رب يا كريم، يصبرك ويعوضك إن شاء الله خير. الله يسلمك. هم قالوا العملية هي عملية بسيطة، هي عملية اليوم الواحد، اليوم الواحد. قلت مدام عملية اليوم الواحد سووها خلصوا بي. يا أخوي حاسر رجلي اليمين تعورني، فيها زي التنبيه تعورني. إيه الله يصبرك ويخلف عليك، الظاهر إن الصدمة قوية بالحياة. أنا يقولون تقولي صبرك يعني بيعوضني حصات. تضحكني يقولون لا تضحك. أنا رجلي تعورني لأني كنت في البيت، وقلت يا البيت، وقلت بدخل أخذ لي بتسبح، ما دريت اللي صابونا طاحت، وقلت له زلقت عليها، قامت عاد زفتي الله يجزاها خير ولفت رجلي، حتى شوف لفة بسيطة يعني. إيه هذه تحاليل سعاد، بسلمها للدكتور، تفضل معاه. أنت زوجها ولا والدها؟ لا أنا والدها. ما شاء الله، يعني عن قريب بتكون جد. شلون؟ بنتك طال عمرك حامل. أنت حامل؟ مبروك، ألف ألف مبروك طال عمرك. سعاد تعالي يا بيش الطبيب. أجي معكم؟ لا يلي سعاد بس. أي باش فيك؟ كيف حالك؟ نبغى تسمعني؟ يبا ما قلت لي أنا خلصت تحاليل ولا للحين؟ يعني عن قريب بتكون جد. شلون؟ بنتك طال عمرك حامل. وليش ما تكلمني؟ أنا إيش سويت؟ بنتك طال عمرك حامل. أنت حامل؟ يبا
ترى امي للحين بالمستشفى، احنا ما خذيناها معانا. وليش ما تكلمني؟ ايش سويت؟ سكتي 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 سكتي. دكتور لو سمحت. سمي. تحاليل بنتي سعاد خلصوا ولا للحين؟ سعاد؟ سعاد تحاليلها خالصة من نص ساعة، وأنا اللي مبشر والدها بنفسي. بشرت الوالد؟ بشرت بإيش؟ ما شاء الله بنتكم حامل. يا ويلي، بنتي أنا حامل؟ دكتور بنتي للحين ما تزوجت. دكتور دكتور في لخبطة في التحاليل، هذه تحاليل المريضة سعاد. معليش أختي، التحليل الأول مو هو تحليلها، هذا تحليلها. وإحنا آسفين أختي، معليش، أنا راح أكتب لها بعض المسكنات والفيتامينات إن شاء الله، وبتكون تمام التمام إن شاء الله. دكتور أي مسكنات أي تحاليل؟ بنتي وين راحت؟ وين ودها أبوها؟ والله أختي ما أدري، ماني عارف. يا ويلي يا ويلي على بنتي راحت، أبوها مجنون ممكن يسوي فيها أي شيء. والله ماني عارف، الله يستر. عموما أختي حاولي تتصلين علي. توديني بنتك طال عمرك حامل. ها بشري يرد عليك؟ لا ما يرد يا دكتور، ما يرد. لازم نبلغ الشرطة، أبى أتصل بأقرب نقطة أمنية في المستشفى.